يرتبط ذكر مثلث برمودا بأحداث غريبة. هناك العديد من الروايات عن وحش مخيف يقطن هذه البقعة، وكائنات فضائية، وبوابات خفية للسفر عبر الزمن. لا يمكن أن نغفل الأساطير التي تشير إلى أن هذه البقعة عرش للشيطان. هذه بقعة يراها البعض صغيرة، لكن في الحقيقة هي تعني شيئا واحدا، إنه الموت بلا أي آثار. يقع هذا المثلث بالقرب من سواحل فلوريدا الأمريكية في الجزء الغربي من شمال المحيط الأطلسي. ويقع المثلث محصورا في ثلاث مناطق هي برمودا وفلوريدا وبورتوريكو، وتتساوى هذه النقاط الثلاثة في المسافة بينها، وهو ما يصل إلى 1500 كيلومتر، وتقدر مساحته بحوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. ارتبط اسم هذا المثلث باختفاء الطائرات والسفن في ظروف غامضة. تبدو هذه البقعة المائية كغيرها من البقع المائية في العالم، لكن تبدأ القصة مع الرحالة كريستوفر كولومبوس. ففي العام 1492 وصل كولومبوس إلى أقرب مكان من هذه المنطقة، لكنه لاحظ نشاطاً غير معتاد للبوصلة التي يحملها. وبعد 400 عام، ففي العام 1840، وقعت إحدى الحوادث الغريبة، حيث اختفت السفينة الفرنسية روزالي فجأة وبدون سابق إنذار عند مرورها بمنطقة المثلث، وعثر عليها بعد شهور خارج منطقة المثلث، لكن بدون أي أثر لطاقمها بالكامل، لا أحياء ولا حتى أي دليل يشير إلى ما حدث على سطح هذه السفينة خلال الأشهر الماضية. وفي العام 1872 أبحرت السفينة ماري سيليست وعلى متنها بحارة هم الأمهر في مجالهم في ذلك الوقت، وأيضا عثر عليها بعد فترة بدون أي أثر للطاقم والركاب. وأثناء الحرب العالمية الأولى وقعت حادثة غريبة أخرى لسفينة USS سايكلوبس. كانت هذه الحادثة من أكبر الحوادث من حيث الخسائر في عدد الأرواح، فقد راح ضحية حادثة الاختفاء هذه حوالي 300 شخص. أما الغريب أن آخر رسالة أرسلت من على متن السفينة تقول إن الطقس جيد وكل شيء بات تحت السيطرة، ولا يوجد أي دليل حتى اليوم يفسر ما حدث. الأغرب هي التفسيرات التي حاولت وصف ما حدث. فقال البعض أنه تم ابتلاع السفينة من قبل كائن بحري ضخم، أو أن الكائنات الفضائية قد اختطفت هذه السفينة، وفي الأخير أنها قد تعرضت لهجمة من العدو خلال المعارك. لكن في العام 1945 التفت العالم إلى مثلث برمودا وأدرك الخطر الذي يمثله هذا المكان بعد حادثة الاختفاء الشهيرة لمجموعة طائرات الرحلة 19، فقد اختفت 5 قاذفات للقنابل تابعة للبحرية الأمريكية في ظروف غامضة. كانت هذه الطائرات في هذه الأثناء تقوم ببعض التدريبات الروتينية المعتادة، وأرسلت خلفهم طائرة للإنقاذ بغرض البحث عنهم، لكن اختفت هي الأخرى بدون أي دليل يشير إلى مصيرها أو مصير 5 طائرات الأخرى. الأغرب أن بعض التفسيرات تشير إلى أن هذه الطائرات قد أرسلت إلى المريخ. اختفت أيضا سفينة كانت تقل ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ثيودوسيا بور أليستون. ففي العام 1812 وقعت حادثة الاختفاء هذه، وتم وضع نظريتين لتفسير سبب الحادث. الأولى تحمل مثلث برمودا بغموضه المسؤولية الكاملة عن اختفاء هذه السفينة، والثانية تحمل القراصنة مسؤولية اختفاء السفينة والشابة. وحتى هذا اليوم لم يحسم الجدل حول الحادثة. وعن أساطير برمودا، فتقع حسب إحدى الأساطير مدينة أتلانتس الضائعة في منطقة برمودا، وهذا الأمر أثبتته بالفعل بعض الأبحاث والاكتشافات. وطبقا لهذا فإن أهرام تلك المدينة الأسطورية تنتج طاقة ضخمة تؤدي إلى إسقاط الطائرات وابتلاع السفن، وحسب الأسطورة فإن سكان المدينة كانوا يستخدمون تلك الأهرامات لإنتاج الطاقة. والبعض يعتقد أن هذه الأهرامات عبارة عن بوابات زمنية تنقل الطائرات والسفن إلى مكان وزمان مختلف. وحسب إحدى الأساطير الأخرى فإن قاع مثلث برمودا هو جزيرة الشيطان، وهو نفس المكان الذي سيخرج منه يأجوج ومأجوج في نهاية العالم، وهم المسؤولون عن اختفاء الطائرات والسفن في تلك المنطقة. وحسب إحدى الأساطير الأخرى
فإن منطقة مثلث برمودا والمحيط الجوي حولها هو مركز لدخول الكائنات الفضائية وخروجها طوال الوقت. فهل يمكن لهذه المخلوقات أن تكون موجودة في هذا العالم؟ طبقا لأسطورة أخرى، فإن منطقة برمودا هي بوابة زمنية يمكنها نقل الطائرات والسفن إلى مكان آخر، وللسفر عبر الزمن كل ما علينا هو إيجاد أو اختراع الآلة المناسبة لهذا الغرض. أما عن أغرب الأساطير حول برمودا، فسمعنا أخيرا عن نظرية مفادها أن مثلث برمودا هو موطن لإحدى الوحوش الضخمة، وانقسمت الآراء حول ماهية هذا الوحش، فالبعض يشير إلى أنه حبار ضخم يملك القدرة على تحطيم السفن والطائرات، والبعض يرى أنه كائن مجهول الهوية، لكن الكثير من العلماء لا يدعمون فرضية الحبار العملاق، لأن العديد من الخبراء يؤكدون أن منطقة برمودا هي موطن غير صالح لحياة هذه الرخويات، لكن بعض العلماء وصلوا إلى بعض الاكتشافات المثيرة، منها أن بعض الاكتشافات في المنطقة تشير إلى وجود تجمع كبير للأهرام الحجرية مغمورة تحت الماء بالقرب من موقع مثلث برمودا، ومن خلال الروبوتات تم جمع العديد من العينات من تلك المباني، والتي أثبتت أن هذه الأهرامات قد تم بناؤها قبل 200,000 عام، ومنذ 50,000 عام فقط قد غمرت بالماء. وعثر العلماء أيضا أثناء البحث على حفر ضخمة في قاع المحيط الأطلسي تصدر غاز الميثان، ويرجح العلماء أن الميثان هو المسبب لغرق السفن وإسقاط الطائرات في المنطقة. أما عن الأسباب التي أيدها العلماء في منطقة برمودا، يعتبر انبعاث غاز الميثان قادرا حسب العلماء على إغراق سفينة ضخمة نتيجة انخفاض كثافة المياه بسبب الحرارة الناتجة من هذا الانفجار وهذا الغاز في القاع، مما يؤدي إلى خسارة الأكسجين في هذه المياه، وبالتالي تنخفض الكثافة مسببة غرق السفن المارة في المنطقة. هنا يجب أن نتساءل، إذا كان الميثان سبب غرق السفن، فما هو سبب سقوط الطائرات؟ وما هو سبب اختفائها؟ طبقا للصور الجوية الملتقطة في منطقة برمودا، فإن منطقة برمودا مليئة بالغيوم الكثيفة، وهي السبب الرئيسي لسقوط الطائرات. ولتحليل ذلك يفيد العلماء أن غيوم هذه المنطقة تقوم مقام القنابل الجوية، فتتفاعل هذه الغيوم مسببة دوامات هوائية قادرة على تحطيم الطائرات وابتلاعها. ويعتقد العلماء أيضا أن من أسباب اختفاء السفن الأمواج المحيطية القاتلة في تلك المنطقة، فيصل ارتفاع هذه الأمواج إلى عشرات الأمتار أو أكثر، وهذا يفسر سبب إغراق أضخم السفن. أما السبب الذي يرجحه بعض قادة الطائرات الأمريكية أن الأمر مرتبط فقط بزيادة الرحلات الجوية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، وهو سبب طبيعي لتزايد الحوادث البحرية والجوية، وأن الكثير من الحوادث ليس لها علاقة بمثلث برمودا، ولكن يتم نسبها إليه، ولا يوجد في الأمر من يثير الدهشة ولا الرهبة. وعن الأسباب الأخرى، فإن أعمال القرصنة وهي الاستيلاء على السفن في البحار من قبل اللصوص، وهي من الجرائم التي للأسف يعتقد أنها موجودة حتى الآن، تعتبر أحد الأسباب التي تفسر اختفاء السفن. وطبقا للعلماء لا يمكن أبدا أن نغفل الخطأ البشري، والذي يحمل العلماء نسبة كبيرة من الحوادث له. أما الحقيقة الصادمة فيما يتعلق ببرمودا، فإن بعض العلماء يعتقدون أن كل الأحداث المتعلقة به ما هي إلا موجة غذاها الإعلام من خلال التقارير الصحفية والميديا، ولا يوجد في تلك الأحداث أي شيء غريب، إنما اكتسبت منطقة برمودا الشهرة لهذا السبب. شكرا لكم.